الحلقة الختامية من Dancing with the Stars مستمرة على الـ MTV, Fox Movies وقناة النهار المصرية. والسهرة الطويلة ما بتنتهي إلا ما يرفع أنتوني توما أو داليدا خليل كأس الموسم الثالث. تصويتكم وحده بيمنح اللقب لأحد النجمين. صوته من خلال إرسال SMS بيتضمن الحرفين DS مع رقم المشترك من لبنان على 1005, من مصر على 95209, من تونس على 85115, وعبر الموبايل أبليكيشن. تصويت هو العنوان الكبير بهالسهرة. أرقام النجمين موجودة. خي مثل ما صرتوا تعرفوا مع أرقام الدول على الويب سايت MTV, Fox Movies وعلى صفحة قناة النهار المصرية على الفيسبوك. وبعد ما رقصوا رقصة أولى من اختيار لجنة التحكيم ورقصة من اختيارهم, آخر نجمين بيرقصوا فريستايل, وهي بتجمع عدة أساليب من كل يلي تعلموه. كل أسبوع كان عندهم شيء جديد, واجهتهم صعوبات كثيرة تقنية وفنية تخطوها ونجحوا. نزلوا طلعوا توصلوا اليوم للرقصة الأخيرة, والسهرة النهائية ما رح تنتهي من دون حصول واحد منهم على اللقب. إذن المعركة الفاصلة هي بين أنتوني وداليدا. داليدا خليل عم تستعد للرقصة الثالثة وعينها على لقب الموسم الثالث, فهل رح تكمل مسلسل النجاح والتألق على هالمسرح؟ قبل ما نشوفها برقصة الفريستايل منتابع مشوار داليدا بالبرنامج يلي فيه طلعات ونزلات, وفي المر وفي الحلو, وفي كمان طبعا أكبر مكسب لإلها. مين؟ عبده. الانطلاقة بـ Dancing with the Stars كانت بقفص, كنت كتير ملبكة خايفة, قلبي عم بدق بسرعة كأنه أول مرة بطلع على مسرح. فتحت هالقفص بلش الرقص, رقصت للتشاتشا وضليت من التشاتشا للرومبا لبلشت اتحرك, بلشت حس حالي عم برقص. كنت حاسة بالموسيقى, بالكوريوغرافية, بكل حركة بإيدي بإجري عم عبر. استعملت الأسلحة الثقيلة عندي كلها, حلقت, طلعنا الأولين أنا وعبدو. أعلى سكور لليلة داليدا وعبدو. ما بنسى الأحساس قد ايه كنت on top, ما كنت ايش عشي. بعد الرومبا والسكسس اللي عشته فجأة بعمل شوت ليبر, تجيني رقصة التانجو بتكسرني. كان في كثير أخلاط بالرقصة, كأنه عبدو عم بيجرك جر محلات وخطوات كثير صغيرة ما تعودت عليك هيك. وصولاً للجايف وكمان للجادجز كان عندهم باد كومنتس. ما شبعنا, نعرف انه فيك تعطي اكثر. في شيء بدي اياك تكفيه هالحاجز هيدا من يلي انه دائما داليدا بده يكون كثير منيحه. عملت شوك. تاني كوبل بيواجه الخطر المباشر, داليدا وعبدو. اكثر سيتويشن تشالنجينج لإلي بهيدا الشو, عن جد هيدا كان قطوع علي بس كثير تعلمت منه. مبروك لداليدا وعبدو. رجعت على البيت, عدت حساباتي, اكتشفت اني كنت مغلطة بكيف انا عم اتعامل مع الرقص كمثلة. الخلطة السحرية اللي صارت معي بهيدا الشو هي داليدا الانسان يلي بده يرقص على المسرح, مش داليدا الستار ولا داليدا اللي عندها ايجو. هي وقت قررت انسى كل العالم, العلامات, تويتر, فيسبوك, انستغرام, اني انا انبسط انا وعم برقص. بعد ما نسيت كل شي برا كنت بكل حلقة عم حلق. Away goes the actress, up steps the dancer. كنت عم بطلع الأولى باللاتين, ما فيني أعبر قد ايه كنت أنا مبسوطة من جوا. 10. أحلى لحظة وما رح أنسيها. كمان إليها ربيع بالتين دانس. عم بتصير صعب نفرق بينك وبين البرو دانسرز. أنا وعبدو رح بلش صداقة جديدة وكتير مهمة وكبيرة, رح كمل تمرين معه, هو صار جزء من حياتي ولولا أنا كمان ما وصلت للفينال. الرقص كان لإلي ثيرابي بكل معنى الكلمة, تحررت, اكتشفت إنه عندي صبر, صرت أتعاطى مع جسمي بغير طريقة. اللي ربحت الكاس أو ما ربحته أنا ربحت بكل الأحوال. هذا البروجرام كان جزء كتير كبير لمسيرتي المهنية ليعرف الناس علي أنا. فريستايل داليدا خليل وعبد دلول.
داليدا فري ستايل انت وعبدو، يعني هالفري ستايل كانت جنون على المسرح. ميرا عم بتشرقت، مش جنون، عم بتشرقت على المسرح، يعني رح نولع كلنا. ربيع عم بهز حدي على الكرسي، بس لمعلوماتي اكيد حافظها احلى الغنية. لا، رقصة بتدل انه حقيقة بتستحق تكوني بهالمحل بالفاينلز. برافو داليدا، برافو. ميرسي. شكرا ميرا. ربيع، انت من اكثر المشتركين بهالبرنامج تميزا بكل الرقصات، حتى الرقصات كنت عم جيبي فيها سكور واطي اجمالا، كان دائما عم بيكون في شيء حلو. وجودك هلا بالفينال هو اكبر برهان عن قوتك ومقدرتك بالرقص. بالفعل انا شخصيا رح ضلني اتذكرك يمكن بالموسم الجاي والموسم بعده على هالتعابير يلي كنت عم ترقصي فيها. عن جد يمكن اكثر مره بحس حدا عم يرقص من قلبه، يعني قلبي عم يرقص. ربيع، برافو داليدا. شكرا ربيع. دارن، دانس از ا بارتنرشيب بين موفمنت اند ميوزك. يو هاف اميزنج ميوزيكاليتي اند داليدا يو كان move it. That was, thank you. Wow. You know, that dance was sort of like wonderfully wild. You just went for it with the arms and legs going everywhere, but still controlled. I think by far this season, I think not just in dance terms, but also in your approach to the whole show and the way you assess things in life has completely changed. And that's the real beauty about Dancing with the Stars. It does something to people if they really, really grasp it. And it's something you can take away, not just now, but for the rest of your life and the rest of your career. And it's a great job. Well done. Thank you, Darren. Thank you, Darren. إذن الرأس هو شراكة بين الحركة والموسيقى. وانت عندك احساس رائع بالموسيقى، واكيد فيكي ترقصي. هالفريستايل كان جنون، وكان في تحكم وكنترول بكل الحركات بنفس الوقت. والشيء اللي كثير مهم انه تغيرت مقاربتك خلال البرنامج، وصار فيكي تاخدي معك شيء يستمر مدى الحياه. اخذت حريتي. اخذتي حريتي بهيدا البروجرام. عظيم. مازن، مش بس شفنا فري ستايل، شفنا فري داليدا على المسرح. بين قديشك مبسوطة وقديش عم تعطي بالكامل من قلبك، عطيتي كل حالك على المسرح. ومثل ما قلتي بالريبورت، الرقص هو ثيرابي، والرقص هو انسجام بين العقل والجسم، وبيطور خلينا نشتغل بكل الخمس حواس، وبيطور الحس السادس كمان. ليلى داليدا، بدي أقول لك صرنا بالفينال وبعد ما شبعنا منك. Thank you, مازن. شكرا مازن، شكرا لاعضاء لجنه التحكيم داليدا وعبدو. لاخر مره بدي اطلب منكم تتوجهوا لعند كارلا على غرفه النتائج، وانا سعيد انه الكل بانتظاركم، اكيد كارلا وباقي النجوم. اكيد ما فينا نشبع من هيك جمال وهضامه. وشو حلو الاحمر. انت عبدو ما كثير حلو الاحمر عليك. نص نص. داليدا، انتم على مسافه خطوه من اللقب، يا اما بتحملي الكيس باخر الحلقه او بتهني لأنتوني. اكيد. بس بهالفريستايل ما في علامات. بس بدي اشكر باولينا ونيكولاي على هيدي الكوريوغرافي، لانه كانت حسيت انه قادره اعطي فيها ذا بيست مني. وعطيتي احلى ما عندك، اكيد نحن شفنا هيدا الشيء. على كل حال مشاهدينا، بدكم داليدا تحمل لقب الموسم الثالث من رقص النجوم، صوتوا لها من خلال ارسال اس ام اس على الرقم 1005 من لبنان، بيتضمن رقم داليدا وهو دي اس 8. صوتوا لها بكميات، داليدا بتستاهل. وهلا برجع لعند وسام.